كان استطلاع الرؤى من زاوية أخرى هي حزب النور وحزب الإصلاح والتنمية. هذه الزاوية لم نكن مطلعين عليها، كنا بنتحرك في إطار جبهة الإنتاج. احنا النهاردة كنا بنسمع وجهة نظر أخرى. هذه وجهة النظر طرحت من شقين، شق متعلق بطريقة التعامل مع الاعتصام، ودي احنا تبادلنا فيها وجهات النظر على اعتبار ان احنا مشتركين في منطق رفض عدد الضحايا اللي ممكن يترتب عليه، لكن في نفس الوقت ولكن اعمال في اطار القانون. الحاجة الثانية ان تحدثوا عن بنود التشتيت ولهم فيها وجهة نظر متعلقة بالبنود الخاصة بالشريعة. احنا قلنا لهم لدينا نحن تصور شبه جاهز من وجهة نظر جبهة الاحتراز، فلتطلعوا عليها ولنطلع على وجهة نظركم ثم نعقد اجتماعا لنرى اوجه الاتفاق واوجه الخلاف لمحاولة الوصول الى صيغة. اذا في اجتماعات متتالية ان شاء الله. هل ما تتركتوش لمسألة فض الاعتصام نفسها خاصة لو يتم في خلال الساعات القادمة؟ يعني احنا في تقديرنا ان فض الاعتصام في الساعات القادمة ده امر مستبعد. يعني هل هذه معلومة ام توقع؟ لا معلومة. سيستمر الاعتصام في العيد؟ سيستمر الاعتصام في العيد. ولن تتدخل الداخلية بشأن فض الاعتصام في الفترة؟ مش قبل العيد. مش قبل العيد. بالتالي اذا في مفاوضات بتتم؟ مفيش مفاوضات حتى الان. في مبادرات؟ اذا كان هناك وساطات من اطراف اخرى، لكن مصريه واجنبيه. احنا قلنا لنفتح قناه للحوار مع القابعين في ربعه ونتحدث معهم، لعلنا نصل معهم الى صيغه تخفف من حاله الحوار الاحادي اللي بيمارسوه على شبابهم في ميدان ربعه. وهذه وجهه نظر طرحت وهي محل دراسه اننا نعرضها اولا على جبهه الانقاذ للتداول بشانها والوصول الى استقرار. اما حزب النور لم يكن يملك مبادره معينه لها بنود محدده؟ لا كان فكره الخروج الامن للدكتور مرسي، جرى الكلام بشانها وهي فكره محل يعني اعتراض من قبل جبهه الانقاذ. مش اعتراض، يعني فيها بعض الامور اللي ممكن تبقى فيها كلام اختلفتوا عليها يعني. بس هم مصممين على فكرة الخروج الآمن؟ لا مش مصممين، هم طرحوا هذه الرؤية. طرحوا ولكنها واجهت اعتراض من إلى حد كبير. أشكرك، شكرا جزيلا.